من قبل 70 سنة بدت معالم بناء أكبر مصفى بالعراق ذيك الفترة تظهر للعيان، ومن قبل شركات عالمية رصينة مثل شركة فوستر ويلر وشركة أم دبليو كليكو وشركة إكسون ريسيرجر. المستكشف اليوم في حلقة استثنائية برحلة داخل القطاع النفطي، وراح يدخل لشركة مصافي الوسط ويتعرف على واحد من أهم وأكبر المصافي اللي تملكها هذه الشركة. السلام عليكم مشاهدينا مشاهدي برنامج المستكشف من قناة الفرات، حياكم الله بحلقة جديدة واستثنائية. يمكن أخذنا اليوم منحة جديد من الحلقات وراح ندخل نستكشف أحد أهم القطاعات العراقية اللي موجودة أهمها القطاع النفطي، وهذا القطاع خير مثال أنه يمثله هي أقدم شركة مصافي موجودة بعراق، شركة مصافي الوسط. هذه الشركة اللي ورايا راح ندخل بهذه الأروقة، أروقة هذه الشركة، ونتجول ونشوف أهم معالمها، وبعدها ننتقل لأحدث مصفى موجود بالعراق حتى نكمل ببرنامجنا بهذه الحلقة. فتعالوا يا نبلش بأول فقرات هذا البرنامج بعد هذا الفاصل. وإحنا نصعد السلالم للدخول إلى مكتب السيد المدير العام لشركة مصافي الوسط، نشوف عمق التفاصيل والتاريخ اللي تمتلكه الشركة. وهنا كان لازم نبلش حلقة استكشافنا اليوم بلقاء مع مدير الشركة حتى يكون مرحلة أولى لانطلاقتنا بهذه الرحلة المميزة. مشاهدينا، هسه وصلت لمكتب السيد مدير شركة مدير عام شركة مصافي الوسط ببرنامج المستكشف. بصراحة اليوم احنا اخذنا منحة جديد بمنحة برنامجنا. يمكن انا كنت هواي احلم انه اكون بهذا المكان، اكون ضمن كادر شركتي وبنفس الوقت انا ضمن برنامجي العزيز على قلبي. بالبداية نرحب بدكتور عايد مدير عام شركة مصافي الوسط ببرنامج المستكشف، حياك الله دكتور. اهلا وسهلا بك. الله يخليك دكتور. حابين انه نبلش بالبدايه بلقائنا عن شركه مصافي الوسط، هذه الشركه الرائده والقديمه اللي تعتبر من اقدم شركات المصافي بالعراق، اكيد لعبت دور بسياسه النفط بالعراق، فشنو هذا الدور بالبدايه، الدور التاريخي لشركه مصافي الوسط؟ شكرا جزيلا. بدايه احب اشكر قناه الفرات وكادر برنامج المستكشف على زيارتكم الكريمه. مثل ما تعرفون شركة مصافي الوسط هي إحدى أهم شركات وزارة النفط اللي تنضوي تحت مظلة قطاع التصفية، واحدة من 3 شركات عملاقة في العراق، شركة مصافي الشمال، شركة مصافي الوسط، وشركة مصافي الجنوب. شركة مصافي الوسط تأسست 1952 تحتوي على 4 مصافي حالياً شغالة، اللي هي في محافظة بغداد مصفى الدورة، وفي النجف والسماوة والديوانية ومصفى النجف ومصفى الديوانية ومصفى السماوة، بطاقات مختلفة طبعا. وأيضا واحد من أهم المشاريع إن شاء الله اللي هو سيكتمل خلال هذه الفترة هو مصفى كربلاء الاستراتيجي إن شاء الله. دكتور، بالنسبة لهذه الشركة أكيد لكل شركة مقومات للنجاح، وشركة مصافي الوسط أكيد ملتزمة بعدة قواعد حتى تكون واحدة من ركائزها لمقومات النجاح لهذه الشركة، فشنو هي المقومات اللي تعتمد عليها شركة مصافي الوسط حتى تكون رائدة وأولى بمجال التصفية بالعراق وحتى بالشرق الأوسط، يعني خصوصا أكيد بالدخول العفو مصفى كربلاء للائحة المصافي المنضوية لشركة مصافي الوسط، حيكون أكيد هنا راح يصير ثقل حتى بالشرق الأوسط لشركة مصافي الوسط. من أهم المقومات اللي تتميز بها شركة مصافي الوسط، مثل ما تعرفون هي شركة عريقة عمرها تقريبا ما يقارب 70 سنة، كادر متميز، كادر لديه من الخبرة المتراكمة ما يكفي لأن يكون متميز بكل شيء الحمد لله. هاي أهم مقوم لشركة مصافي الوسط. الأمور الثانية هي تعدد المصافي بالطاقات مختلفة في محافظات مختلفة. شركة مصافي الوسط الآن قادرة على أن تجهز محافظة بغداد ومنطقة الفرات الأوسط بالمشتقات والوقود بكل أنواعها بكل سلاسة وسهولة، يعني بسبب تميزها في جغرافيا
صح، هو أيه. موقع جغرافي أيه. لشركة مصافي الوسط اللي يصير على بغداد بإضافة إلى المحافظات، محافظات الفرات الأوسط، تواجدها على خط الاستراتيجي اللي ممكن يتيح لها أهمية الخط. أنه نعم. تكون أكبر وأكثر إمكانية أنه يوصل لها النفط. طاقات الشركة، طاقة شركة مصافي الوسط الكلية بالإضافة إلى طاقات المصافي الخارجية اللي تنضوي تحت شو اسمه جناح شركة صحيح. مصافي الوسط. شركة مصافي الوسط مثل ما قلنا تتكون من عدة مصافي، مصفى الدورة بطاقة 140 ألف برميل طاقة تصميمية، مصفى النجف ومصفى السماوة بطاقة 30 ألف برميل لكل منهم، مصفى الديوانية بطاقة 20 ألف برميل، وطاقة مصفى كربلاء الاستراتيجي طبعا هو 140 ألف برميل، ولكن 140 ألف برميل بعمق تصفية يصل إلى أكثر من 80% مشتقات خفيفة، صح. ما يجعل أنه هذا المصفى متميز ليس فقط في العراق في بلدنا وإنما في الدول المجاورة كلها. نعم. بالنسبة للمواصفات اللي حاليا دي تطلع بشركة مصافي الوسط، يعني المواصفات هذه طبعا أكيد هي مواصفات عالمية، بس حابين أنه أنا ما أريد أكون أدخل نعم. بمجال التصفية وهذا الشيء، بس راح أترك المجال لحضرتك حتى تسولف لنا عن المنتجات التسويقية و مواصفاتها مقارنة بدول الميدل إيست الشرق الأوسط أو حتى العالمية. نعم، بالنسبة للمشتقات النفطية مثل ما تعرفون هناك مختبرات البحوث والسيطرة النوعية، هناك كتيب يصدر سنويا ويحدث من قبل التقييس والسيطرة النوعية على المواصفات التسويقية للمنتجات للمشتقات النفطية. الحمد لله احنا مواصفات تسويقية المشتقات ملتزمين بها قدر الإمكان، يعني بالرغم من أكو شحة بالمنتوج في بعض، لكن دئبة شركة مصافي الوسط وحتى الشركات النفطية شركات التصفية اللي موجودة بالعراق على الالتزام قدر الإمكان بهذه المواصفات. احنا أكيد سوينا سيرتش على موضوع مصفى كربلاء، والسيرتش ما أقول لك منو سوا، بس أنا راح أقول لك سوينا سيرتش. هذا السيرتش اللي موجود على مصفى كربلاء، يمكن الناس ما تعرف انه مصفى كربلاء عباره عن سلسله وحدات أكيد. متداخله. هذه الوحدات شلون راح يكون السكجول الخاص بها، وشلون يكون تشغيلها، وشلون راح ترفد المنتجات النفطيه للسوق العراقيه؟ نعم، مثل ما تعرفون مصفى كربلاء معقد جدا، يعني صراحه ما له شبيه في المصافي العراقيه حاليا. يحتوي على عده وحدات معقده، يمكن نظيراتها فقط في الدول المجاوره دول الخليج. سيتم تشغيله على مرحلتين. المرحلة الأولى أنه سيتم تشغيل وحدات التكرير والفاكيوم، وحدات الهدرجة بالنسبة للنفث الثقيلة والنفث الخفيفة، وحدات الأزمرة، وحدات التكميلية الأخرى تحسين البنزين وغيرها. المرحلة الثانية اللي حصير بعدها بتقريبا 4 إلى 5 أشهر، يعني مقبل السنة 2023، سيتم تشغيل الجزء الثاني اللي هي السكندري بروسيسز مالتها، اللي تقريبا وحدات الاف سي سي فلويدايز كاتاليتيك كراكينج، وحدات البولي نفثه انتاج البنزين، وحدات ايضا الكلاوس اللي هي السلفر ريكفري يونتس. دكتور، شنو اللي يميز هذا المصفى بالاضافه الى انه هو حديث ومتطور؟ نعم. وبوحدات ممكن تدخل للعراق جديده، شنو اللي يميزه مثلا خلينا نقول حتى يكون ضمن المصافي اللي ينحكي بيها بالعراق؟ من أهم ميزة لمصفى كربلاء هو نوعية المنتج. نوعية المنتج هو يورو 5، يعتبر صديق لجميع المنتجات اللي تخرج من مصفى كربلاء، هي صديقة للبيئة. يورو 5 أوكتين على سبيل المثال، إذا نجي إلى وقود الغازولين ينتج على أوكتين 95 على أقل تقدير. هذا دكتور، احنا حابين نعرف دعم وزارة النفط لشركة مصافي الوسط بإكمال مشروع مصفى كربلاء والطرق الكفيلة حتى يكون هذا المصفى ضمن المصافي الأولى بالشرق الأوسط. نعم طبعا، السيد معالي وزير النفط المحترم أستاذ حسان عبد الجبار منذ الأيام الأولى تسلمه وزارة النفط زار شركة مصافي الوسط بعد يومين أو 3 أيام من تسلمه الوزارة، وأكد بشكل كبير على الإسراع بتشغيل وإكمال مصفى كربلاء. مصفى كربلاء مهم جدا، وتم التأكيد على هذا الموضوع في
جميع اجتماعات هيئة الرأي واجتماعات الخاصة مع السيد معالي وزير النفط، وأيضا توجيه السيد الوكيل الدكتور حامد الزوبعي بالاجتماعات المتكررة أن بالإسراع بتشغيله وتذليل العقبات اللي ممكن تصادفنا، وأيضا بالتنسيق ويا دوائر الوزارة، الدائرة الاقتصادية، دائرة الرقابة، دائرة الدراسات، الدائرة الفنية، يعني بشكل كامل وزارة النفط حاليا تسعى لتشغيل مصفى كربلاء بأسرع وقت ممكن، لما إلى تأثير من تقليل استيراد الوقود بشكل عام، وقود الغازولين والديزل والمشتقات البقية. الكاميرا لحضرتك حتى توجه كلمة للمواطن العراقي وطمئنه بالمستقبل القريب. إن شاء الله إحنا نحب نطمئن للمواطن العراقي أنه شركة مصافي الوسط تسعى دائما للأفضل وتوفير المشتقات النفطية، وأنه يكون دائما المواطن مكتفي من كل المنتجات، سواء وقود الغازولين أو الديزل أو النفط الأسود لمحطات الكهرباء. إن شاء الله إحنا نسعى أنه نكسب رضا المواطن إن شاء الله. دكتور أنا أشكرك وأتشرف بوجود وياك كأستاذ بالأول وكمقدم برامج يمكن يدخل لقطاع النفط أول مرة ببرنامج، فأشكرك إن شاء الله نشوفك على خير. بعد أن كملنا لقاءنا من مكتب السيد المدير العام لشركة مصافي الوسط، حبيت أنه ندخل هنا شوية حتى أشوفكم جزء من حياة الموظفين اللي موجودين بالمصافي. هذه الحياة اللي ممكن تكون شوية كل الصعبة بحرارة الصيف، درجات حرارة توصل إلى 50 بالإضافة إلى حرارة هذه المعدات. ومن هذه المنطقة راح أحاول أنتقل إلى منطقة أخرى. هذا المصفى حالياً ده يشتغل، بس أكو مكانات أخرى بشركة مصافي الوسط قيد العمل وقيد الإنشاء وممكن حياتها وصعوبتها أكثر. فننتقل من مصفى الدورة أو من مقر شركة مصافي الوسط إلى مصفى كربلاء حتى نكمل رحلتنا ببرنامج المستكشف بهذه الحلقة. على بعد تقريباً 155 كيلومتر عن مقر الشركة يقع هذا الصرح النفطي العظيم مصفى كربلاء، اسم يرتبط بمدينة مقدسة وبنفس الوقت يرتبط باسم شركة إلها عمق تاريخي بمجال الصناعات النفطية مثل شركة مصافي الوسط، ويسموها هنا بمصفى كربلاء بالأم آر سي. غير أحمد المطيري ملابسه لأن الدخول لموقع مصفى كربلاء يخضع لأعلى إجراءات السلامة الصناعية، ودخول لموقع العمل يتطلب تصاريح خاصة بالأمن والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات. مشاهدينا طبعاً نرحب بأستاذ محمد فزاع مدير مصفى كربلاء، ويمكن نهاية جولتنا أو قبل نهاية جولتنا حبينا أنه نتعرف على الموقع أكثر وأكثر، وعندي كم سؤال حبيت أنه أسأل الأستاذ محمد على اعتبار هو أبو الاختصاص هنا. حياك الله أستاذ محمد. أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد بيك. وشكراً لكم لبرنامج المستكشف على هذه الزيارة وتسليط الضوء على هذا المشروع النموذجي والمشروع المهم جداً في وزارة النفط. أستاذ محمد، أول سؤال ممكن يخطر ببالنا هو سؤال شوية باختصاص، أنه شنو هي اليورو 5 وليش يتميز مصفى كربلاء بوجود مثل هيجي معيارية دولية أوروبية؟ طبعا وزارة النفط ضمن برامجها وخطتها أنه تسعى إلى استغلال الطاقة النظيفة أو إنتاج المنتجات والمشتقات بالجودة العالية اللي الصديقة للبيئة.
ذهبت وزارة النفط إلى أبعد حد في استخدام تكنولوجيا، أحدث تكنولوجيا وأحدث أنظمة لإنتاج مشتقات صديقة للبيئة تطابق المعايير العالمية. سمعت من حضرتك لما سولفنا بالمكتب أنه أكو مجموعة من المنتجات الثانية اللي تضاف لمصفى كربلاء، حابين هم نعرف عنها شوية. الحقيقة هو هذا المصفات ليس مصفات تقليدية أو ما تكررت، ما سبقها في وزارة النفط وفي الحكومة العراقية أو بالدولة العراقية بهذا المواصفات وبهذه النوعية. المصفات بطاقة 140 ألف برميل، تنتج وقود الغازولين ب 9 مليون لتر باليوم بمواصفات يورو 5 بأوكتين 95. هذا طبعا له دور كبير جدا في تأمين حاجة البلد والمواطن من المشتقات ذات الجودة العالية. شلون نقدر نرجع ثقة المواطن العراقي بالغازولين العراقي؟ على اعتبار انه هسه لما انا واحد من الناس لما يقولوا لي هذا محسن اقول لا ما اصدق هذا البنزين محسن ولا لا. مصفى كربلاء ممكن يرجع الثقة للمواطن العراقي بمثل هيك منتج؟ المواطن العراقي تولدت عنده تصورات وفكرة انه البنزين اللي يستورد رديء. لا، هو بالحقيقة كنا نستورد البنزين بمواصفات جيدة، لكن لأنه الكمية قليلة فنضطر انه نخلط وياها مادة النفّة حتى نلبي رغبة حاجة المستهلك. لكن هذه المصفات راح يقضي على هذه العملية إن شاء الله، راح يكون كل المنتجات المطروحة بالأسواق من هذا المصفات هي بمواصفات عالية وراح ترضي رغبات المستهلكين، وراح يكون له أثر كبير على ردود أفعال المواطنين لأنه المواصفات عالمية بأحدث تقنيات بأحدث جودة بصديقة للبيئة. شنو سر الخلطة اللي خلت هذا المشروع ينجح ويوصل لهذه المراحل بصراحة الحلوة المتقدمة؟ الحقيقة أنه هذا المفخرة، هذا المصفات مفخرة للدولة العراقية ولوزارة النفط. هذا المصفات معالي السيد الوزير أولى اهتمام كبير ومتابعة مباشرة من قبله ومن قبل السيد وكيل الوزارة شؤون التصفيه. هذه المصفات استخدمت أفضل تكنولوجيا وأفضل شركات متقدمة بهذا المجال. الآن نملك كوادر من مهندسين ومهندسات بدرجة عالية من الكفاءة، يعني لا نبالغ إذا قلنا أنه يضاهون الكوادر الأجنبية. هذا الكلام أكيد الناس هسه ما عندها تصورات صحيح. أنه بالعراق راح يوجد فعلا هذا المصفات، إذا راح يزوره أي شخص مختص راح يجد أنه الكوادر اللي موجودة والفريق اللي يشتغل ليل مع نهار من أجل أنه ننشأ هذا الصرح مفخرة للبلد وهم ثروة وطنية. إن شاء الله سيكونون بالمستقبل كوادر وطنية لإنشاء مشاريع مشابهة بدون الحاجة إلى الكوادر الأجنبية والشركات الأجنبية. مثل هيك مشاريع يحتاجها العراق مرة لرفع اقتصاده والاعتماد على مصادر متنوعة من المدخلات، ومرة ثانية لرفض أكبر عدد من أبنائه للعمل بهيك مؤسسات تطور من مهارة العامل وخبرته بعدة مجالات، خصوصاً والمصفى يضم وحدات جديدة من نوعها تدخل لأول مرة للعراق، مثل وحدات التكسير بالعامل المساعد FCC ووحدات البولي نفثة وغيرها من الوحدات الحديثة اللي تنتج وقود السيارات وبجودة عالية جداً. المصفات تنتج منتجات أخرى مثل إنتاج الكبريت وإنتاج الغاز السائل LPG، بإضافة إلى أنه المصفات تحتوي على محطة كهرباء بطاقة 200 ميجاوات. هذه الطاقة راح أيضا تعزز الفائض من المصفات للشبكة الوطنية. هذا راح يكون يعني العفو أستاذ، ممكن الشبكة الوطنية ممكن يغذيها مصفى كربلاء نعم من الكهرباء من داخل المصفى نعم نفسه. حاجة مصفى كربلاء بحدود ماكسيمم 150 ميجاوات، عندك 50 ميجاوات فائض. هذه ماكسيمم، ممكن يكون أقل، ممكن تجهز أكثر. نعم ممكن، في أحيانا يكون التجهيز يكون أكثر، فراح يكون هذا يخدم الشبكة الوطنية. هذا أحد الإيجابيات لمصفات كربلاء. أستاذ محمد، حابين نسمع منك كلمة أخيرة. هذه الكاميرا لحضرتك إذا تحب توجه كلمة أخيرة نهاية اللقاء. بالحقيقة أنه الكلام كثير،
أتمنى أنه جميع العراقيين وجميع المواطنين أنه يفتخرون بهذا المنجز، هذا منجز وطني، هذا المنجز راح ينعكس على الاقتصاد العراقي، راح يرفع من كاهل الموازنة الاتحادية اللي تستنزف الكثير من المبالغ لاستيراد المشتقات النفطية. هذا المنجز أنشئ بجهود عراقية باستخدام من خلال استخدام شركات متطورة ومواكبة مراحل التنفيذ، راح ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، وراح يكون له دور كبير في إنشاء بيئة استثمارية وتولد قناعة لدى المستثمرين أنه العراق بلد صالح للاستثمار ولديه فرص واعدة في مجال الطاقة وفي جميع المجالات. سام حمداني، بصراحة أشكرك على حسن الضيافة. أول شيء أشكرك لأنه سمحت لنا أنه يكون عندنا وقت ويا حضرتك، خصوصا بوقت متأخر من الليل حاليا احنا مستمرين، وأنا أعرف أنه عندك اجتماعات واحد ورا الثاني، يلا قدرت أنه تخصص لنا هذا الوقت، فشكرا لك كمدير إلي أول شيء، وبالإضافة شكرا لك لي أنت قدرت تنطينا مساحة من وقتك لبرنامج المستكشف حتى نكمل الحلقة. شكرا لك، أتمنى لك التوفيق. شكرا لكم لأنكم تشاركون في هذا الإنجاز من خلال الكلمة الحرة، من خلال تسليط الضوء على المنجزات الوطنية. شكرا لجميع كادركم ولكوادر مصفى كربلاء. مصفى كربلاء أكيد. شكرا لك، إن شاء الله بلقاء ثاني نشوفك ونشوف المصفى يشتغل إن شاء الله المنطقة. اللقاء الثاني يكون بيشتغل مصفى. يلا خليك. هنا وبهذا المكان راح يتم مستقبلا السيطرة على سير العمليات الإنتاجية داخل غرفة الـMCB أو غرفة السيطرة المركزية. تقنيات حديثة تدخل للعراق لأول مرة بمجال الصناعات النفطية والمصافي. عراقيين وأجانب حاليا يديرون العمل على أمل تسليمه للكادر العراقي بعد إكمال عملية التشغيل. من داخل بناية السيطرة المركزية الخاصة بمصفى كربلاء اللي يسموها هنا المهندسين والموظفين المشغلين العاملين بهذا المكان بالـMCB، يعني معناتها المين كونسول بيلدينج، يعني البناية الرئيسية للسيطرة، تشترك كل الوحدات بالسيطرة داخل هذه البناية، وتعتبر البناية المحصنة رسميا، وإذا صار انفجار أو أي شيء لا سامح الله هذه البناية هي من البنايات اللي مرتبة حتى تكون ضمن البنايات المحصنة رسميا. بالإضافة إلى أنه السيطرة اللي موجودة بمصفى كربلاء تشتهر باسم الـDCS، يعني السيطرة التوزيعية وتوزيع الإشارة داخل الوحدات الإنتاجية. صار الليل وإحنا داخل مصفى كربلاء على أمل نشوف الشعلة مالته تنور صحراء كربلاء وتكون دليل للقاسي والداني. مصفى كربلاء نجمة تلمع بوسط هذه الصحراء، تنتظر نورها يوصل لكل العالم بجهد وسواعد العراقيين اللي تعبوا وسهروا الليل حتى يوصل هذا المشروع لبر الأمان ويتم تشغيله بالكامل وبأقرب وقت إن شاء الله. شكرا من القلب من كادر المستكشف لكل عراقي يعمل في هذا الصرح العظيم.